القول السائل يقول القول لمن شرب ماء هني فيرد الشارب هناك الله بالإيمان هل هي مشروعة؟ وفي بعض البلاد أيضا يقولون إذا شربت زمزم يعني يدعون لك بشرب من زمزم. الجواب نقول إن كان يقصد بالمشروعية المشروعية التي تتعلق بالاستحباب والإيجاب فلا دليل على هذا، وإن كان يقصد بالمشروعية ما يطلقه بعض الفقهاء بهذا اللفظ ويريدون الإباحة فنعم، لأنه لا دليل على المنع من ذلك، لأن باب التهاني مرده إلى العرف، فإذا تعرف الناس على هذا الشيء فعند ذلك لا يمنع منه.